ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. حتى بالاقتصاد في عادات بتتحكم بالإنتاج والتسويق والاستهلاك، وتغيير الظروف الاقتصادية بتنعكس على هاي العادات. اليوم رح نحكي عن تغيير العادات الشرائية عند السوريين بسبب تغيير الوضع الاقتصادي. خليكن معنا. بسبب تغيير الوضع الاقتصادي بسوريا نتيجة الحرب، ظهرت ضرورة التأقلم مع هذا الوضع والموازنة ما بين الدخل ومستوى الأسعار يلي ارتفع كتير. مشان هيك تغيرت بشكل كتير كبير الثقافة الاستهلاكية أو العادات الشرائية، فصار السوري يشتري بس يلي بيلبي حاجاته اليومية، وحتى هاي الحاجات اليومية تعدلت وتغيرت وتم اختصار كتير شغلات منها، يمكن حتى شغلات أساسية. التغيير الحاصل بالعادات الاستهلاكية عند الأسرة السورية انتقل للشباب ضمن الأسرة، وخاصة بالشيء اللي بيتعلق بالكماليات، وهو مثل ما بيقولوا معظم الشباب السوري تغيير قسري، باعتبار انه هاي المواد محكومة بمستوى الأسعار يلي فرضت نتيجة الأزمة والوضع الاقتصادي يلي أدى بدوره للتخلي عن الكثير من الرفاهيات اللي كانت أساسية عند الشاب السوري وهو بالمرحلة الجامعية. فتغيير جهاز الموبايل ما عاد بالضرورة لمواكبة التطورات، وحتى شراية كتير من التياب كون سعرها أصبح كتير جنوني، والأمر كذلك بالنسبة للمصروف اليومي، واعتماد سياسات تقشفية لتمضية الشهر بتكاليف معقولة، وبالنتيجة فهذا التغيير بيتغير مع اختلاف الظروف. منبلش مع منتجات الطاقة اللي هي الغاز والكهرباء والمازوت وغيرها، وبسبب نقص حاد بهاي المنتجات خف استهلاكها بشكل كبير، وعلى مستوى سوريا انخفض استهلاك النفط من 400 ألف برميل يومياً لأقل من 260 ألف برميل يومياً بالسنة 2012 ولا 25 ألف برميل يومياً بال 2015. مشان هيك اقتصدوا الناس باستهلاك منتجات الطاقة، وفي ناس بدلوها بمنتجات تانية، يعني كتير من البيوت بدلت صوبية المازوت بصوبية حطب، وبدلت اللمبات الصفر بلمبات بيض أو نيونات لأنها أخف استهلاك للكهرباء، والتنقل صار للضرورة بس لتوفير البنزين أو تكاليف المواصلات. ولما نحكي عن الطاقة فأكيد بدنا نحكي عن منتجات جديدة عرفها السوق السوري، مثل بطاريات الكهرباء يلي صارت موجودة بمعظم البيوت، ويلي بتم شحنها وقت بتجي الكهرباء لتستخدم وقت القطع بتشغيل الإنارة وشحن التليفونات. وبتفرق البطارية عن المولدة بأنها بتنشحن شحن، أما المولدة تشتغل على البنزين. كمان لتوفير الطاقة صار السوري وقت بده يشتري أي جهاز أو آلة كهربائية بيهتم أول شيء بصرفها للطاقة. مثلاً كان الشخص يشتري الغسالة الأكبر والمريحة أكثر، هلأ بيشتري الغسالة اللي بتوفر مي وكهرباء أكثر، وقيسوا على كل شيء. خلينا نروح للمواد الغذائية. منلاحظ انه البيت السوري ما عاد مليان بالمونة مثل الأول، صار احتياجاته الغذائية تتأمن كل يوم بيومه أو بالكتير أسبوع لقدام. في مواد غذائية استغنى عنها السوري اللي هي المواد الغالية والمواد يلي فيه إلى بديل محلي، لأنه البديل المحلي أرخص. أما المطاعم فصارت رفاهية، كتير من السوريين ما عادوا بحاجة إلها، واكتفوا بأنها تكون طلعات قليلة بالمواسم أو الأعياد. وإذا جينا للملابس رح نلاحظ أنه استهلاك الشعب السوري إلها كتير صار أقل، وكتير من السوريين صاروا يشتروا ملابسهم وحذيتهم من البالي، أما اللبس الجديد فبينشرى بس بالمناسبات أو الأعياد. أما الأجهزة التكنولوجية فالوضع فيها اختلف بالعكس، يعني السوري اللي ما كان يهتم يحمل تليفون ذكي صار يهتم لحتى يتابع أخبار الناس يلي بخصوه يلي طلعوا برات البلد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الاتصال صوت وصورة والتشات. هذا التواصل صار أساسي بحياة السوريين، مشان هيك صارت التليفونات الذكية حاجة أكثر ما هي رفاهية. لهون خلص وقتنا، بس أكيد في عادات كتير غيروها السوريين بحياتهم نتيجة تغيير الوضع الاقتصادي، حكولنا عنها أنتوا بالتعليقات. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.